انا طفل حميدو بالغ من العمر 11 عام، وهذا العام عندي اولى اعدادي ومعرض ديالي SMN. انا تمحنت بزاف بزاف حيت ما كنتش نعيش وسط البلاستيك في الصيف لحمي كيعطيه. ووالديا تما تمحنوا معايا من 2012، والمرض ديالي وصل للمراحل الاخيره. وهذا المرض كيعرض لمولاه الشلل، وهذا المرض انا بدا كيعيس ليا القفص الصدري، وانا دابا كنشغل في كرسي متحرك، وانا تحرمت من الطفوله ديالي قبل ما نعرف المرض. كنت كنقول الام ديالي بغيت نولي لاعب رجاء البيضاوي، وخوتي المغاربه داروني بحال ولدكم، حياتي ساويه 300 مليون. تعاونوا مع هذا الوليد المريض، الله يجعل له الروح حسنين، تعاونوا معاه. تضامن حميدو، انا نتمنى المغاربين اجينا فوس بفوس تعاون الشباب مزيان، تعاونوا معايا ونعطوا لي صحتي ولو شراء هذا البرا. تنضامن مع حميد، الله يجزيكم عونه، محتاج من المساعده. تنضامن مع حميد وعافاكم عتكون. كلنا الطفل حميد، وكنتمنوا من خوتنا المغاربه انهم ينخرطوا في هذه الحمله التضامنيه من اجل انقاذ هذا الطفل البريء، وكنتمنوا من اي واحد انه ينخرط ولو بشراء هذا البانش. ولا الدرب كنضامنوا مع حميدو خونا، عاونوه الله يخليكم. حنا كنضامنوا مع الطفل حميدو، من فضلكم عاونوا حميدو. السلام عليكم. كنتمنى جميع منطقه سيدي معروف والمغاربه كاملين انهم يتضامنوا مع حميدو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا ام الطفل حميدو، هذا الوليد اللي كون كان بامكاني نفديه بروحي، والله من زعما والله من تردد، والله من تردد، ولكن الامر لله. هذا الوليد العلاج ديالو مكلف، والحياة ديالو كتساوي 300 مليون. كنطلب من المغاربة كاملين الله يجازيكم بالخير، تضامنوا لي مع ولدي حميدو، الله ييسر امركم. انا الطفل حميدو اللي كيخرج لي الدم من الفم ديالي ومن المخرج ديالي، والام ديالي كتخلع عليا بزاف بزاف.